له هلا. شو تقول؟ يلا جاي. ما اعرفش في حرق حصل اسوره يغمى عليه. لا قول امشي مش بس يلا يا لينا. لينا يعني ما راح ننتظر وليد؟ هلا حمد، ايش تقول؟ حد شافك يا سلطان؟ زين بارك الله فيك يا ولدي، فأمان الله. حمد وين وليد؟ طمني عليه. وليد أنا رحت أخلص أوراق، المفروض إنه طلع، مو معكم هو؟ لا مو معنا. هذا الخبل جاء. وليد أنت وين كنت؟ خوفتنا عليك. رحت شمت لي عصير، أحلى عصير. أنت يا بارد الدم، مو عشان أغم عليك برحمك، ولا في واحد يروح المصنع باخر الليل؟ بعدين الشرف مو عليك، الشرف على عمر أخوك الكبير اللي خلاك تروح. أنا وش دخلني؟ هو طلع بدون إذني. بعدين أنا بكلم العم سالم على الأهمال اللي جصير من الحارس والسواق. خليتها في راس الحارس والسواق أجل. طب يلا يلا مشينا، خلنا نوديكم يلا. قبل أي شيء جبت لكم أحلى عصير. ما بيراضينا يعني. بس هذا المهم هو نك. شكرا عمر. وهذا الأحلى لينا. شكرا. أوه سوري نسيت أجيب لك. نسيت تجيب لي ها؟ أنا أشوف واحد يوصلكم. لا 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 ل